بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يتجدد هذا اللقاء المبارك ومع حصة جديدة من حصص شرح المقدمة الأجرومية. وبعد الكلام عن علامات الرفع وعلامات النصب، كما قال الشيخ رحمه الله بأن للرفع 4 علامات وللنصب 5 علامات، فكم للخفض أو الجر من علامة؟ فيقول لنا رحمه الله: وللخفض 3 علامات، أي للجر 3 علامات. إذا للخفض 3 علامات فقط. ما هي هذه العلامات؟ يجيبنا الشيخ رحمه الله: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة والياء والفتحة. مثال الكسرة تقول: استفدت من عالم. استفدت من عالم. ومثال الياء تقول: تأثرت بعالمين. تأثرت بعالمين. ومثال الفتحة تقول: مررت بمساجد. مررت بمساجد. ونسأل الشيخ رحمه الله: كم من موضع تكون فيه الكسرة علامة للخفض أو للجر؟ ويجيبنا بقوله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع. ونقول للشيخ رحمه الله: بيّن لنا هذه المواضع 3. فيقول: في الاسم المفرد، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم. إذا الموضع الأول الذي تكون فيه الكسرة علامة للخفض هو ماذا؟ الاسم المفرد المنصرف. تقول: سمعت كلمة من رجل عظيم. ها، رجل من رجل، فرجل مجرور أو مخفوض وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. أنا أحج على كلمة الجر لأنها هي الشائعة الآن في المدارس وفي المعاهد وفي عادة في المدارس العتيقة. إذن رجل اسم مشهور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه اسم مفرد منصرف. منصرف. إذن ما هو الاسم المفرد؟ الاسم المفرد هو اسم يدل على واحد أو واحدة وليس من الأسماء الخمسة. وليس من الأسماء الخمسة. عليكم السلام ورحمة الله. ما هو المنصرف؟ ما معنى المنصرف؟ يعني يلحقه تنوين في آخره، رجل. وهناك اسم غير منصرف وهو الممنوع من الصرف، يلحقه تنوين. نأخذ مثلا كلمة محمد. هذا اسم منصرف لأنه في آخره تنوين الضم. أعجبت بمحمد. آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو التنوين، إما تنوين الضم أو تنوين الفتح أو تنوين الكسر، هذا هو الاسم المنصرف. طيب، إذن وهكذا فالكسرة تكون علامة للجر أو الخفض في الاسم المفرد المنصرف. أخذت هذا من كتاب. تعلمت هذا من مؤلف. من مؤلف. طالعت هذا في صحيفة. فكتاب ومؤلف وصحيفة كلها أسماء مجرورة لأنها أسماء مفردة غير منصرف. عفوا، منصرف. اسم مفرد منصرف يلحقه التنوين. طيب،
هذا الموضوع الأول. أما الموضوع الثاني الذي تكون فيه الكسرة علامة للخفض أو الجر هو جمع التكسير. جمع التكسير، تقول سافرت إلى جبال الأطلس، ها، أو زرت جبال، سافرت إلى جبال الأطلس عفوا، ها، ينبغي أن يكون لازم غير متعدي. سافرت إلى جبال الأطلس، فجبالي مجرور ب إلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. لماذا؟ لأنه جمع تكسير منصرف. إذا ما هو جمع التكسير؟ سبق أن تكلمنا عنه وبينا وجوهه، لكن لا بأس أن نعيد تعريفه. هو جمع يتغير فيه اسم المفرد، أو جمع يتغير فيه بناء الواحد. قد يكون المفرد في شكل والجمع في شكل آخر، رجل، رجال، إما بالزيادة أو بالنقص أو بتغيير شكل الحركة. وسبق معنى هذا. طيب، وقلنا اسم جمع تكسير منصرف، وقلنا بأن جمع تكسير المنصرف هو الذي يلحقه التنوين. شربت من أنهار كثيرة، شربت من أنهار كثيرة، فأنهار هذا جمع تكسير، فأنهار اسم مجرور وعلامة اسم مجرور ب من وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره لأنه جمع تكسير منصرف. وهكذا تقول اقتديت برجال، تعلمت في دور للقرآن، إلى غير ذلك من الأمثلة. طيب، ما هو الموضوع الثالث الذي تكون فيه الكسر علامة للجر أو الخفض؟ هو جمع المؤنث السالم، أهديت مصحفا إلى فتيات مسلمات، فتيات، ففتيات هنا مجرور بماذا؟ بإلى، وعلامة جر الكسر الظاهرة في آخره لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، ما هو جمع المؤنث السالم؟ هو جمع تزاد فيه الألف والتاء على المفرد ولا يتغير المفرد. تقول معلمة، نضيف الألف والتاء، معلمات، معلمات، طبيبة، طبيبات، طبيبات، وهكذا، مهندسة، مهندسات، إلى غير ذلك، مؤمنات، متحجبات، إلى غير ذلك. طيب، لا تقس على المؤمنات، مثال، لا تكذب على العفيفات، إلى غير ذلك من الأمثلة. إذا الموطن الثالث هو جمع المؤنث السالم. بهذا نكون قد عرفنا أن الكسرة تكون علامة للخفض أو الجر في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد مثل نظرت إلى شجرة، وفي جمع التكسير تقول تسابقنا على جمال، جمال، جمع جمل، وفي جمع المؤنث السالم تقول هذا حليب من بقرات، من بقرات. هذا الموضع الأول، يعني الكسرة التي هي الأصل. ثم ننتقل إلى موضع الياء، نعود إلى شيخنا الفاضل فنسأله: عرفنا أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والياء والفتحة، وعرفنا أن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، فكم من موضع تكون فيه الياء علامة للجر أو الخفض؟ ويجيب الشيخ بقوله رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع.
هي كذلك تكون علامة للجر في ثلاث مواضع. ونسأل الشيخ ما هي هذه المواضع الثلاثة؟ فيقول في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. في الأسماء الخمسة والتثنية والجمع. طيب، إذن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، وهي أولا الأسماء الخمسة تقول أهديت كتابا إلى أبيك، إلى أبيك، نعم، في الأسماء الخمسة أي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال، ها، فأبيك مشهور بإلى، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. تقول استفد من أخيك، ها، استفد من أخيك، فاستفد هذا فعل أمر مبني على السكون، ها، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، من حرف جر أخيك، اسم مجرور بمن، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. طيب، استعمل معجون الأسنان لفيك، ها، أي فمك، لفيك، ها، اقترب من ذي علم، اقترب من ذي علم، وهكذا. إذن الياء تكون علامة للخفض في الأسماء الخمسة. ثانيا، تكون الياء علامة للنصب في التثنية، يعني في المثنى، تقول انتفعت بكتابين، انتفعت بكتابين، تمام، فكتابين مخفوض بالباء، وعلامة خفضه الياء، لماذا؟ لأنه مثنى، الياء النائب عن الكسرة طبعا، لأنه مثنى. استفدت من صديقين، فصديقين مجرور بمن، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم، لأنه مثنى، عفوا، لأنه مثنى. طيب، وهكذا. فنقول شربت من كأسين، مررت على قريتين، قرأت على عالمين، فكأسين، قريتين، عالمين، كلها مجرورة، وعلامة جرها الياء النائبة عن الكسرة لأنه مثنى. إذن الياء تكون علامة للجر في المثنى. ثالثا، الموضوع الثالث الذي تكون فيه الياء علامة للجر أو للخفض هو جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. تقول فضل الله محمدا على المرسلين، فالمرسلين مجرور بماذا؟ بعلى، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. ونقول استمع إلى الصالحين، استمع إلى الصالحين، فالصالحين مجرور بإلى، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، إلى آخره. وبهذا نكون قد عرفنا بأن الياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة. مثال: اعرف لأبيك حقه. الله المستعان، أي زمان هذا؟ اعرف لأبيك حقه حتى لا تكون من العاقين. التثنية: لا تفرط في صديقيك، في صديقيك، يعني في اثنين، إن وهبك الله صديقين فاعضد عليهما ولا تفرط فيهما. في جمع المذكر: لا تحقد على المسلمين، لا تحقد على المسلمين، والحقد ليس من صفة المسلم أبدا، فالمسلم لا يحقد على أحد، فهذا أو هذا خلق ذميم والعياذ بالله. طيب، ثم يأتي معنا موضع الفتحة،
نقول لأستاذنا الفاضل: قلت لنا أن الخفض ثلاث علامات، الكسرة والياء والفتحة، كلما تكرر تقرر، ها؟ وعرفنا أن الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاث مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وعرفنا كذلك أن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، وهي الأسماء الخمسة والتثنية والجمع، أي جمع المذكر السالم. فما هو الموضع الذي تكون فيه الفتحة علامة للخفض؟ فيقول الشيخ رحمه الله: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. في الاسم الذي لا ينصرف، إذن في موضع واحد وهو الاسم الذي لا ينصرف، تقول: أهديت كتابا إلى إبراهيم. انتبه، إلى إبراهيم، فإبراهيم مجرور بإله، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، أو لأنه اسم لا ينصرف. تقول: أعجبت بأحمد، أعجبت بأحمد، فأحمد مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. فما هو الممنوع من الصرف؟ فما هو الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يلحقه التنوين ولا الخفض، لا يلحقه التنوين ولا الخفض. نعود إلى أحمد ليتضح لنا أمر الاسم الذي لا ينصرف إن شاء الله. نقول: هذا أحمد، بغير تنوين، ولا نقول هذا أحمد لأنه اسم لا ينصرف. الكلام عن الاسم الذي ينصرف سيطول بنا، ولهذا نرجئه إلى الحصة المقبلة في حصة مستقلة، لأن الاسم المنصرف تسعة أنواع، فنتكلم عنها نوعا نوعا إن شاء الله تعالى، سائلين الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولغة السنة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرفعون شأن هذه اللغة، وممن يدافعون عنها، وممن ينصرونها، وممن ينشرونها وينشرون قواعدها، ويعلمون الأمة هذه القواعد. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا، وأن يغفر زلاتنا، وأن يغفر أخطاءنا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.